في على طريق الحجاز أرض كذا على الشارع الرئيسي. أيوة طولها على الشارع 100 متر وبالعرض 50 متر. تعمل عليها مشروع محطة بنزين وبنشار وبقالة وكل الخدمات، حتى خلف المحطة نسوي مصنع حق بلوك، والزباين يا خالد قدهم جاهزين عندي. والأرض هذه يعني كم حدين هذا؟ هي آخر شيء وصلت له 50,000، ونحتاج فوقها 10-15 إلى 20,000 حق المواد البناء، السمنت والحديد والبلوك وكذا. أنت تقوم بالجهة هذه تشتري كل شيء، وأنا من ناحيتي ها بجهدي والعمال اللي معايا، وأنا أضمن لك بإذن الله بعد 6 شهور نطلع حقنا. اسمع، الفلوس عليك والعمال، وعرقي ندخل شراكة معه. إي بس يا جراح، هذا مبلغ كبير، أنا ما أقدر عليه. يا خالد كلم خالك خليه يدي لك سلام. لا 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 دخيلك، طلع خالي من الموضوع هذا. انا ما ابغى احرجه معي، انا رجال ابغى اعتمد على نفسي. هيا خلنا نطلع خالك على جنب، سوي مثل الناس، روح للسوق خذ لك سلف، خذ لك دينه. هيا يا رجال، الدينه هذه تبي لها كفيل غارم وتبي لها صك كرب وصك بيت، وانا لا عندي لا صك بيت ولا سكر. راعي الأرض اللي بنشتري منه إنسان طيب وحبه. أيوة بنخليه نقول الصك باسمك وتصير الأرض باسمك، تشيل الصك وتروح للسوق، وأي واحد منهم يعطي لك دينه. قلت لك المشروع ناجح، 6 شهور ونرجع لفلوسهم وكل شيء جاهز، والزباين عندي قدهم جاهزين.